السلام عليكم خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، الله يرحم الوالدين. المهم اليوم جيت انا نعاودكم على واحد القصة ديالي شنو وقع لي. انا هو اللي كنت بنت في ديك القصة ديال اللي كنت بنت في المظاهرة، اش نقول لك، اللي كنت بنت كنبكي. المهم تعاطفوا معايا الناس، تعاطف معايا القايد. القايد اتصل بيا عيط لي قال لي ندبرت لك الخدمة. مهم مشيت عند السيد، مهم وعيط له القايد، مهم مشيت سديت معاه كونطرا عاد تبع المسائل. مهم مشيت نخدم، مهم مشيت نخدم انا شحال نقول لكم، ملي مشيت نخدم حول ولا قوة الا بالله. مهم ملي مشيت نخدم خدمت، مهم بقاو كيوريو لي شني غادي تعمل، شني غادي نطلع، شني غنهبط ننسى. مهم ما علينا، غادي المهم ملي بقيت كنهبط داكشي. المهم واحد العشية، المهم مشينا بحالنا مجينا للدار، اتصلوا بينا المهم في العشية قالك اجي تخوي واحد الرموكة. المهم ملي خوينا ديك الرموكة طاحت ليا البال على رجلي، تنفخ ليا رجلي، بقيت كنغوت هيدا. المهم وانطرت، المهم تسالي ديك الترابو، المهم دزات عليا الحريق. المهم صحاب الشركة ما عيطو لامبولانسيا لا والو، بحال ما خدامشي، انا بحال اللي خدامشي كل، يعني ما كيعتربوش بنادم، يعني فهمتي بنادم عنده يمكن حيوان، فهمتي انا انسان، انا كبشر، انا كنخدم على جوج د العيال، راه ماشي كنخدم على راسي انا، وكان جبت ما ناكلشي كاع ما ناكل انا العيله العيال، واش فهمتي في القصه فين عندي انا. المهم انا عندي الكرا، عندي المهم عندي المصاريف، عندي الموضه، وعندي العائله، المهم غارق معاها في الحضانه بالكريديات. المهم طحت لي البال على رجلي. المهم مشيت للطبيب، عملت المهم الراديو، خرجوا لي الدواء، مشيت سلفت انا واحد الامانه، سلفت واحد 1000 درهم. ملي مشيت تسلف ديك 1000 درهم، المهم خرجت بها الدواء، خرجت بها الراديو ديالي، مشيت للطبيب الاختصاصي ديال العطام في تطوان، خرج لي المهم 10 ايام بالشهاده الطبيه. ملي خرج لي بالشهاده الطبيه 10 ايام، انا هاد الناس هادو صحاب الشركة ما سولوا فيا، ما قالوا ديك السيد راه مريض، واش مات، واش باقي بالروح، وما ما يعني بحال اللي ما تسوقوليش انا. المهم كي تما تلاقيتو المهم كي تما ما تسوق لي حتى شي واحد، واش هذا السيد مات ولا باقي بالروح، واش وكل وليداتو ولا ما وكلهمش. كي تما هذا هو الحال اللي باغي نقول لكم اخوتي. وانا المهم عيطت نهضر، راني اقسم بالله ربي اللي عالم عليا، راني كنحس بعند العرق ديالي عيط طرطقوا عليا. انا المهم شي نهار غادي نموت اخوتي زين بالغداين. وسيمانه انا جالس سيمانه، اختار من سيمانه جالس، كان نعاس اقسم بالله، الا كان كنفكر ليله وانا كان المهم كاين شي نهار اللي ما كنفكرش، كان بات ليله فايا. المراه كتقول لي ودي نعاس، كنقول لها لا انا نعاس ومبغاش يجيني. المهم عملوا معايا كونترا ديال 6 شهور، ملي عملوا معايا كونترا ديال 6 شهور باش كسكتوني ولا ما نعرف، تلاقيت قلت له سي سعيد انا المهم انا كيتسمى فيما كنجي عندك كتقول لي فين كاين المشكل، مشي ترتاح فين كاين المشكل. ملي كنجبد لك انا الخدمه يعني السالير ديالي واش طالع ولا ما طالعش، كتقلب لي الهضره كتقول لي واش انت كتحكم، انا اللي كنحكم. انا قلت لك انا فيما كنمشي عندك كنضرب 3 ايام يومين كنرجع عندك، كاينه ولا ما كايناش، كنجي عندك كنقول لك سي سعيد راه خصني نخدم، كتقول لي لا حتى نعيط لك انا. كيفاش تعيط لي نتينا؟ تتعيط لي نتينا؟ اذا هاد العيال هادو فوقاش عياكلو، حتى تعيط لي نتينا عاد ياكلو هاد العيال هادو، ها؟ تتعيط لي نتينا عاد ياكلو هاد العيال ياك؟ المهم تتعيط لي نتينا عاد هدايا وجنات عاد ياكلو. المهم انا شوف، المهم انا هضرت معاه قلت له المهم انا بقى لي حل واحد غادي نطلع عند العامل. شني قال لي هو بحال اللي ما السيد يعني عنده شي حاجة كبيرة يعني في يدو، عنده السلطة تصميم كبارين ولا ما نعرفش. المهم هاد المواد هاديك اش كيعني بها؟ قال لي جري طوارك، قال لي فوت العامل ليه. هاد السيد ولا كيتحدى العامل ولا كيتحدى الوالي، وانا المهم هو كيتحدى العامل. انا حل واحد دابا، انا كنطلب الله سيدنا، انا هو اللي عندي، انا عندي سيدنا، الا هو عنده شي واحد دبر راسو انا عندي سيدنا انا كنهز لك من هذا المنبر، الله يرحم لك الوالدين، ما تشوفش فيا انا، شوف الوجه ديال جد العيال. انا مشيت نخدم علاش انا مالي؟ واش انا ماشي مواطن؟ انا ماشي مغربي؟ واش انا يهودي؟ انا مغربي. دابا انا حل واحد، دابا انا فاش كنفكر دابا
دونك كنفكر سي دابا نمشي نخدم، دابا بردني على الخدمه، انا فين ما كنمشي لعندو كيبقى ليا كيبقى ليا سير تنعيط لك، سير تنعيط لك، سير تنعيط لك، علاش مشيت تعيط لي؟ ملي كنقول له واش الاجره ديالي طالعه كيقول لك واش تينا كتوريني في خدمتي؟ قال لي انا ندير اللي بغيت، انا ندير اللي تخرجني من المبغى ويدخلني من المبغى، ولات عندنا السايبه، ولات ماشي عندنا الخدمه، ولات عندنا السايبه، ولات هذه ماشي خدمه، هذه لا خدمه ما والو، انا كنطلب سيدنا وكنطلب كنطلب سيدنا وكنطلب مولاي الحسن الله يرحم لك الوالدين، اسيدنا الا كنتي كتشوفني شوفوا الجداد لي، انا كنطلبك اسيدنا الله يرحم حسن الثاني، الله يرحم حسن الثاني، راني مريض اسيدنا، راني ربي اللي عالم علي، راه قريب نطرطق، راه الليل كامل كنفكر واش نموت ولا نقابل، الله يرحمكم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يرحمك الوالد اسيدنا.